السلام عليكم ورحمة الله الخوت. والله اخوتي الا كنضحك من نيتي كنحس بان الشعب المغربي سيرد الاعتبار. بعض الوجوه اصبحت مسوده من خلال هذه المقاطعه اللي داير الشعب المغربي. الخوت هذا واحد النداء كناديو به الشعب المغربي، الناس ديال لانفورماتيك، الناس اللي كيفهموا مزيان. واش ممكن واش ممكن شي واحد يحسب لنا الخسائر الان التي تلحق الشركات اللي تم المقاطعه ديالها؟ الا كانت شي ابليكاسيو يا سلام. انا الان عاوتاني عندي واحد السؤال، بالله عليكم اخوتي، علاش الصحافه ما كتمشيش مع الشعب فيما يرضي الله؟ غنعطيكم واحد الملاحظه وغتعرفوا راسكم مع من عايشين. حنا دابا شحال مرت على المقاطعه؟ 48 ساعه، لاحظوا معايا 48 ساعة بعد المقاطعة. وقبل هاد المقاطعة شنو كان داير البوز؟ حتى لقيت اللي تبغيني عاد جاية تسول فيا. لاحظتوا؟ حيد عليا، حيد عليا يا صاحبي، حيد عليا يا صاحبي، حيد لنا هادشي يا صاحبي. روني وليت كنتعصب، كنشوف هاد المنتوجات اللي مقاطع الشعب كنتعصب بوحدي. لاحظتوا؟ حتى لقيت اللي تبغيني ملي الشعب كيغني. كيفاش دارت معنا الصحافه والجرائد؟ كيفاش استجبوا لنا؟ كاينه ولا ما كايناش؟ كلشي كيكتب وكيقول لك الاغنيه التي حصلت على البوز الشعب المغربي وفرحانين الصحافه ومشاو عند الفنان وكيديروا استجوابات وبغاو فهمتي، بغاو يزيدوا يشهروا في داك الشيء وعجبهم الحال، عجبهم الهيت، نمشيو مع دوك الاغاني ومع شوف يوسف البرماني على راسنا وعينينا، راه ولد الشعب الله يسهل عليه. ولكن هما عزاز عليهم حنا نتبعوا التفاهات اللي ما غنستافدوا منها والو، مزيان ياك؟ وشوفوا دابا الان نحن نقاطع منتوجات نظرا لغلائها، وتقول واش شي صحيفه جات دوي مع الشعب وتقول لي ماك اخويا علاش كتقاطع البنزين ديال افريقيا؟ ويقولوا اخويا راه كيجيني غالي نظرا للاسواق العالميه، البترول عالميا فهاد 6 شهور انخفض وراه ما بغاوش يخفضوه لينا هاد الناس، وشكون غيحمينا حنا؟ ما كاينش اللي يمشيو يدوا لنا علاش ما كتشريو السونطرا؟ واسيدي السونطرا راه غالي، وراه الحليب رخيص كياخذوا من عند الفلاح وفي نفس الوقت كيبيعوا لنا حنا غالي، في اوروبا كيدير 5 دراهم، حنا ارض فلاحيه، ارض فلاحيه، الخير ديال الله هو اللي درتيها في هاد البلاد كتصدق. لا حيد انت، حيد تخلع عباد الله. اللي درتيها في هاد البلاد كتصدق. الخضره لعلك ترضى، اللي زرعتيها الاسماك لعلك ترضى. في نفس الوقت معدين على هاد الشعب، كناخذوا داكشي غالي، القدره الشرائيه عندنا ضعيفه، ما بغيتوش البيض وزدتوا فيه ولا ما فهمتش انا كيفاش وليتوا دايرين درهم 24 ريال 24 ريال نعم اخويا الملمى حتى ما كان مخلوع الملمى ما قلتش سير حيد من هنا، سير حيد وخوت واحد حي واحد الشاب مسكين. سمعتي الخوش، الشعب الضامن، ضامن الجهود، نحن نعيش مع ناس ما بغاوش لنا الخير، ضامن الجهود. ما بقات لا مظاهره لا خروج الشارع، لا اسيدي انت ترونكيل عيش بخير، دير المقاطعه مع راسك، ناضل مع راسك، ما تبقاش ديها في الناس. راه قلت لك غيبانوا الناس اللي غيهرسوا هذه المبادره، غيقول لك راه ما كاينش معامن، الشعب عمرو يتفق. اسيدي لا، انا كندير الواجب اللي عليا ماشي سوقي في الباقي. الا كان شي ابليكاسيو تجي تحسب لينا الخسائر اللي طرات في 48 ساعه غتفاجئوا، والله العظيم الا غتفاجئوا. انا اعوذ بالله من قول انا، ودرنا 200 درهم ديال البنزين، درنا 200 درهم ديال المازوط، ولكن درناها في بترومين. اوه بترومين تماما، درناها في بترومين اسيدي، درناها في بترومين بالتي هي احسن. خوت كما قلت لكم بعض الوجوه اصبحت مسوده بحال هكا، الان كتعيش الرعب، كيلحقها خسائر ماديه فادحه. الشعب خاصو يستمر طريقه زوينه بالتي هي احسن. المقاطعه ثقافه نجحات في الدول الاوروبيه، نجحات في جميع الشعوب اللي كانوا كيديروا ثقافه المقاطعه، ولاو كيحسبوا لهم الحكومات ديالهم الف حساب. في حين حنا كنشوفوا ان هاد الناس، الله يكرمك اخويا مرحبا، كنشوفوا اخويا مقاطع معانا انت اخويا.
مقاطع ولكن علاش مقاطع ما تكذب ما والو اخويا شي بزاف اه اخويا بزاف ياك وبات لك اخويا خاصك زيد زيد راه قهرول ايوا اخويا واش كتقول اش كتقول للشعب دابا انت دابا راه كتبان معنا كلهم الشعب يدامون تكون يد وحده وبنادم يتفق انت دابا لا دسي لا دسي انت تهضروا عليه نتوما راه مصلحه الجميع تماما هادشي هو اللي كاين تماما ولكن ما لاحظتيش واحد الحاجه ما باش لك ان الصحافه الصحافه ديال اللي تابعه للبلاد وكتهتم بالامور ديال الشباب والنجوم والاغاني ما دووش في هذا الشيء في نظرك علاش ما دووش في هذا الشيء ما 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 ياك السيمانه اللي فاتت كانوا كيدويو على حتى لقيت اللي تبغيني عاد جاي تسول فيا ودابا ما دووش على المقاطعه اخويا اه شي حاجه تما ياك ما بقينا فاهمين والو المهم انت سير يا ربي امين تحياتي اخويا العزيز اذا هذا مواطن مغربي حتى هو راه كيتضامن معنا في خبارو حتى هو خوت ديروا يد في يد قاطعوا المنتوجات وصلوها للاباء ديالكم شوف ماشي مهم الفكره تنجح قد ما مهم هذه الفكره ديال المقاطعه تنتشر عبر مختلف فئات الشعب نقول لكم اللي كاين ماشي مهم عقل مزيان ماشي مهم الفكره تنجح ونوصلوا للمبتغى المهم هي الفكره ديال المقاطعه تولي عندنا تولي ثقافتنا كشعب مغربي باش هاد الناس ملي غنجي انا اعوذ بالله من قول انا كنبيع البيجامه واخد البيجامه ب 26 درهم درت ليها النهار الاول 50 درهم خديت 120 حبه بعت جوج حبات النهار الثاني حيت 10 دراهم بقات معكسه ليا سيمانه 40 درهم 40 درهم ما مشاتش ليا شويه درت 700 ريال شويه درت 660 ريال في الاخير درت ليها ريكلام 600 ريال كنربح 4 دراهم في البياسه وخرجات المهم انا مستافد الحمد لله كنت قلت زعما طحت على الصوت ولكن الخير فيما اختاره الله اهم حاجه اللي بغيت نوصل لكم هو انه الحاجه ملي كنزيدوا فيها وانت كتاخذها يعني انا يا راه مرتاح وراني رابح وراه غنبقى ما خديتيهاش عندي خلل خاصني نراجع نفسي ونتمنى اخوتي نتمنى ان شاء الله تعالى من هاد الناس اللي عندهم هاد الشركات هادو يخرجوا لينا بواحد الحوار ويدوا مع الشعب بحال الدول الاوروبيه الدول المتقدمه يقولنا السلام عليكم يا الشعب المغربي حليب درنا ليه 7 دراهم نظرا لاننا علاش حيت حنا كنعرفوكم كتاخذوا عند الفلاحه ب 50 ريال شتي كون كنتو كتاخذوا الايترو ديال الحليب من عند الفلاح ب 100 ريال ما يبقاش فينا الحال جوج دراهم ربا حلالا طيبه انتوما كتاخذوا ايطرو الحليب من عند الفلاحه يلا كنت في العونات سولناهم قالوا لنا 50 ريال حليب ذو جوده رفيعه فيه جميع انواع البروتينات كتشدوا انتوما هذا الحليب خرج منه الزبده خرج منه البروتينات حيد منه جميع داكشي زيد عليه الماء ولا الله اعلم اش كتزيدوا عليه زيدوا عليه مواد حافظه وتبيعوه للشعب ب 140 ريال من 50 ل 140 مضاعفه 3 مرات اذا كنقولوا بانه حسبنا الله ونعم الوكيل هادشي كيبان لنا ماشي نورمال هادشي كيبان لنا احنا ماشي نورمال كشعب مغربي كنقولوا بانه وجب تضافر الجهود الاحزاب اللي كتمثل الشعب الله يجازيكم بخير ممكن تساندونا سي العثماني انت رئيس الحكومه صوت عليك الشعب صاحبي خرج قول لنا الشعب العزيز جيد جدا درتوا المقاطعه مزيان خرجوا شجعنا الصحافه ديالنا والتلفازه المغربي خرجوا شجعونا حنا ما بقيناش بغينا نخرجوا وما بغينا نخرجوا للشارك نديروا خرجوا شجعونا كنا غالطين قلنا لا ما تقاطعوش راه الثمن هو هذاك راه مازال خرجوا دويو مالكم ساكتين مالكم اذا تحيه للشعب المغربي تحيه للفان تحيه للناس اللي كتحب الخير لهاد البلاد اقسم لكم بالله حنا ما ضد حتى شي واحد حنا ما ضد حتى شي واحد حنا مع البلاد ومع الامن ومع الاستقرار ولكن اسيدي بغينا نعيشوا كاملين بسلامين بغينا نعيشوا ناكلوا الخضره رخيصه ناكلوا السردين رخيص داكشي يكون حسب القدره الشرائيه راه ما يمكنش واحد يدير لي في السميك 2300 درهم وبغيتيه يتزوج وبغيتيه يكري وبغيتيه الا مرض يداوي راسو انت كي غيدير ليها كي غيدير ليها يعني انت كتشجعوا بهذه الطريقه كتشجعوا على انه يغش ويدير جوج خدامي في النهار يخدم مع الباترون يغش معاه ويسلت ويمشي يخدم خدمه اخرى كتشجعوا يفسد كتشجعوا يشفر لان الفقر معضله كبرى انا كنت في ميريزكو مع داخل مع سولت واحد لا سيكيريتي تما في الوالدات فاش كانت تولد المدام قلت لي السلام عليكم طنطان سولت شحال كتخلص قال لي كنتخلص 1400 درهم اه 1400 درهم كياخذوا السيكيريتي في الشهر قلت لي بشحال كاري قال لي كاري ب 1600 او تكريب اسمي كنت خاص 1400 درهم شهرين كدير لها
وقال لك كندبروا شويه على راسي وصافي، فهمتوا؟ يعني بالزمن له غيولي يجبد من المواطن، كيفاش يقلب على راسو، يتسلط شويه على الخدمه، يبقى تابع عاده باش يمشي يدير الراديو ويخطف في ليساس، هادو كلهم مشاكل. هاد الناس اللي كيخدموا لا سيكيريتي ب 1300 درهم 1400 راه هادو راه ظلم، هذا راه ظلم، وخدام 12 ساعه راه ظلم، اقسم بالله الا ظلم، راه ما كايناش واقيلا في شي بلاد 1400 درهم اصاحبي وخدام 12 ساعه، انت كي غيدير لي، انت كتقولي شفر، انت كتقولي دبر على راسك بطريقه غير مباشره، انت كتشجعو على الفساد. خوش هذا راه تحليل ديال ولد الشعب، حنا كندويو مع ولاد الشعب، اللي وصلوا الميساج يبارطاجيه، ما تبقاوش تستغلوا الفيسبوك في التفاهات، الحمد لله ولوا تستغلوا فيما يفيد، نشروا الوعي بين الناس، دويو مع الاباء ديالكم، دويو مع الجيران ديالكم، حنا ما بقيناش بغينا الجريمه في الدرب، حنا نحاربوا الجريمه بالتي هي احسن، اللي بان لي شي واحد ما مزيانش في الدرب، يتجمعوا الجيران ديال الدرب، يمشيوا يريكلاميوا عند البوليس، يمشيوا ساهموا في الاصلاح.